The best thing for me is the look of my scars and the look of my pores, so much better. It's brighter, it's more vibrant, my skin actually feels softer, and people keep asking me what products I'm using. I loved with the Microderm MD machine that I had control of the settings. So in the beginning when I wanted a lower setting, I could start on a 4, and as the weeks progressed, I could always increase it, or I could just do an auto setting as well. مرحبا فيكم بحلقة جدا مميزة عم نقدم لكم اياها اليوم انا وسارة. حلقتنا بتهم كل صبية، دائما سارة عم تدور يكون عندها بشرة نضرة كثير وحلوة كثير وحيوية، وبنفس الوقت لنحصل على ميك اب كثير حلو. اكيد طبعا الحلو انه نحن مقدمين لكم من الماركة الشهيرة جدا تروفي سكين، وهو طبعا جهاز الخاص بالتقشير المنزلي واللي طبعا باسمه هو مايكروديرم ام دي. هيدا الجهاز رح يخليكم تحصلوا على بشرة نضرة خالية من الشوائب وايضا من كل الجلد الميت، ويرجع لها الحيويه والنضاره بكل سهوله، واحلى شيء براحه منزلكم وبكل خصوصيه. مثل ما عم بتشوفوا جهاز سوا على الشاشه بميزات كثير حلوه، مثل ما عم نشوف سوا على الشاشه بيعطيكم نضاره للبشره، بيرجع بحفز الدوره الدمويه فيها، فبحفز الكولاجين وبيرجع لها الحيويه اللي هي بحاجه لها. مثل ما بنعرف شوائب الميك اب او ترسبات الميك اب ما بتروح بكل سهوله، لازم يكون عندنا جهاز تقشير منزلي عالي الجوده مثل نحن مقدمين لكم اياه، وهو مايكروديرم ام دي بسعر جدا تنافسي نحن مقدمين لكم اياه اليوم. طبعا ساره بنعرف بالظروف اللي نحن عم نمر فيها صعبه كثير انه نروح على او يكون عندنا ثقه انه نروح على اي مركز طبي او صح. اي مركز ثاني نستخدم الاجهزه تبعهم، شو رايك؟ واكيد طبعا نحن بنعرف عمليه التقشير لازم تكون كثير بعنايه، وعمليه التقشير لازم تكون كمان بمعايير امان كثير عاليه. الحلو بهيدا الجهاز بيأمن لكم نفس هيدي اذا بدنا نقول النتائج اللي ذكرتها سماح، ولكن بكل خصوصيه بالبيت، وبنفس الوقت بتخفف عليكم تكلفه السيشنز او الجلسات اللي بتكون دائما موجوده بعيادات التجميل. واوقات كثير بعيادات التجميل بيزيدوا لك الجلسات لحتى اكيد ياخذوا مصاري اكثر. لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا كمان، النتائج اللي انتم حابين تشوفوها او اذا عم تتساءلوا عمليه التقشير هيدي بشو بتساعدني، بتساعد عمليه التقشير وخاصه اذا كانت عميقه مثل اللي بالجهاز اللي بيأمن لنا مايكرو ام دي، بيساعدنا لحتى تخلي الخطوط الرفيعه والتجاعيد تروح، بحفز الدوره الدمويه فبيخلي الكولاجين يطلع اكثر على البشره، بيشيل كل الاثار للحبوب والسكارز، وحتى اذا كنا تعرضنا كثير للشمس من الكلف والتصبغات وغيرها، لانه بيساعد على ازاله هيدي الطبقه من الجلد. نتائج كثير حلوه، بتصغري بالعمر، واذا كنتي اوريدي صبيه بتحافظي على بشرتك، بتعملي لها مثل ما بنقول تحفيز للبشره بحيث انها ما تشيخ على بكير. مزبوط، وعلى فكره كثير اثبتت الدراسات انه لما بتتركي الميك اب ما بتنطفيه بعمق بتشيخ البشره على عمر لأنه صغير، لانه بتترسب جواتها كل هدول الكيميكلز. مزبوط. الجهاز اللي مقدمين لكم اياه اليوم مايكروديرم ام دي، هيدا الجهاز المنزلي الرائع اللي كل سيده بحاجه انه يكون لها ببيتها، والحلو في كل احتياجاتك اللي انت بتحلمي فيها، حتى لو صبيه اول مره بتعمل تقشير هذا الجهاز كثير سهل وكثير عملي، بتقدري تعمليه بالبيت بكل خصوصيه. الحلو بالجهاز اللي نحن عم نقدمه من مايكرو ام دي هو الراس الخاص اللي مقدم لكم من كريستالات من حجر الدايموند، معروف دائما حجر الالماس او الدايموند قد ايه بيكون هو قاسي، قد ايه بيساعدنا لحتى يعمل عمليه تقشير ولكن بطريقه امان كثير حلوه. هيدي هو التيب اللي نحن عم نحكي عنه اللي بيساعدك لتعملي عمليه التقشير عند ملامسته للجلد، ورح نشوف هيدا الشيء بسياق الفقره، بس يلامس الجلد بيساعد على عمليه التقشير، ومن الداخل الفراغ اللي موجود هو اللي بيساعد على عمليه الشفط، يعني شو انت بتقشري بترجعي بعدين الجهاز بيشفط هيدا الشيء بطريقه كثير سهله وعمليه. مزبوط، الحلو انه جهاز ساره كثير عملي وسهل الاستخدام. اول شيء شايفين الجهاز في عندنا طبعا المكان الخاص ل او هيدا الجهاز الخاص لنشفط الجلد الميت، الحلو جاي معه مرايه، وايضا اذا عم نفوت تفاصيل الجهاز من الداخل اللي شايفينه هون في عندنا شاشه LCD اللي فيكم تشوفوا كيف حركتكم بكل سهوله واللي بتشتغل بهيدي الطريقه. في عندنا كمان هون طبعا هي هي الشاشه اللي موجوده، في كمان عندنا الفلترز، عندنا اكثر من 100 فلتر لاستخدامات طويله كثير، عندنا هون رأسين مختلفين، وعندنا البرش الخاصه بالتنظيف، وساره هون حتشرح لنا اكثر عن الشاشه شو بتشرح لنا. شو اللي ميز تروفي سكين وتحديدا مايكروديرما ام دي هو اللي بيميزه هيدي الشاشه اللي بتساعدك
لحتى تعمل الاستخدام بالمنزل بكل سهوله. بالعاده عمليه التقشير نحن بنروح بنعملها بالعيادات. خلونا نشوف نحن وياكم السكرين اللي بتشرح لنا اكثر ليش هو امن للاستخدام بالمنزل، لانه كل اللي عليك تعمليه تتبع الخطوات اللي الجهاز عم بيقول لك اياها، يعني ما في غلط، ما في أساوي على البشرة إذا بدنا نقول، ما في جروح، ما في أبداً أي آثار سلبية. بمجرد ما تختاري إذا أنت حابة تعملي التقشير على منطقة حوالين العين، مانولي بيعطيكي قوة الشفط وبنفس الوقت بيعطيكي الليفل أو الوقت اللي أنت بدك إياه. أنت قايلاً لكل المراحل، لا كامل الوجه، لا العنق وغيرها من المناطق الثانية. وفيك غير إذا أنت أخذتي أكثر على الجهاز أو حبيت تعطي حالك وقت أقل، فيك مانولي كمان يدوياً تتحكمي بالوقت وتتحكمي كمان بالطاقة اللي بدك إياها. مزبوط، حنورجيكم مباشرة كيف قوة الشفط الموجودة بهذا الجهاز وكيفية استخدامه بكل سهولة. في عنا المكان المخصص للتشغيل اللي شايفينه هون، باور، بيكون لما بنضوي لون أحمر لما يكون موصول. هون مثل ما عم نشوف فيكم تختاروا مباشرة، بيروح على مانيوال، وأنا فيني اختار الليفل اللي أنا بدي إياها، فيني عليها بكل سهولة. وهون وصلت لرقم 8 ومباشرة فيني أعمل ستارت. شايفين صوت قدي قوي؟ هذا يعني قوة الشفط. الدليل طبعا الجهاز الموجود معنا هون، حورجيكم لتبعرفوا قدي قوته عالية بعملية الشفط اللي شايفينه هون. كمان حأرجع عيدها بمكان تاني بكل سهولة. شايفين كيف عم تعمل عملية الشفط والقوة الموجودة بالجهاز؟ فيكن تحركوها بهيدي الطريقة وتعمل عملية الشفط اللي موجودة هون. هاي هي قدي عن جد كتير كتير قوية. شو رأيك سارة؟ إذا شفنا أي أحمرار موجود على البشرة هيدا طبيعي، لأنه نحن عم نشيل الجلد الميت وعم نحفز نحن الدورة الدموية. كيف بتشتغل هيدي التقنية أو كيف كيفية تفعالية هيدي التقنية؟ منشوف نحن وياكم على الشاشة. مايكروديرما ام دي هو عبارة بيشتغل على المعروف بتقنية التقشير أو المايكروديرما بريجن. هيدا هو الرئيس الخاص من الألماس أو إذا بدنا نقول من الحجر اللي بيساعدنا، الحجر أكيد الكتير ناعم اللي بيساعدنا على عملية التقشير. بمجرد ملامسته للبشرة بيساعد على إزالة مثل ما عم نشوف الجلد الميت والطبقة الخارجية اللي بتكون من رواسب الميك اب، من العوامل البيئية، الخطوط الرفيعة، بتساعد من بعد إزالتها على شفطها. في فلتر داخلي بعد الاستخدام لازم أنتم تغيروه، والفلتر بفرجيكم قديه عن جد هيدي الرواسب عم تنشال من بشرتكم. مزبوط، أكيد بنشوف هلا التجربة كمان. مزبوط، حنشوف سوا معك سارة هلا التجربة اللي هي الميكوب. بتورجينا الميك اب، وهون أشعة تحت الحمراء مثل ما عم نشوف. مزبوط، طبعا حكينا ببداية الفقرة أكثر شيء معرضة لإله السيدة أو تأذي بشرتها فيه هو الميك اب. بنجهل أوقات إنه نحن إذا بنشيل بالميك اب ريموفل، نحن بالميك اب ريموفل بنفتكر إنه بشرتنا صارت نظيفة، ولكن هون إثبات لإلكم إنه عم نشوف قد إيه البشرة اللون الأورنج هو بعد ما غسلت وجهها هو بعده موجود، يعني في رواسب على البشره. بعد استخدام المايكروديرما بريجن على نصف بشرتها بنشوف انه انشالت كل هيدي رواسب الميك اب، طلعت كلياتها بقلب الفلتر. وبهالطريقه بنكون نحن عن جد عم نعطي البشره تنظيف كثير عميق والنتائج بتكون كثير حلوه. مزبوط، عم نشوف سوا صور قبل وبعد مثل ما عم نشوف سوا على الشاشه النتائج المذهله اللي بنحصل عليها، بخلينا حتى نتخلص من طبعا الحبوب اللي بتطلع لنا بسبب ترسبات الميك اب الموجوده على بشرتنا. مثل ما عم نشوف سوا هلا على الشاشه صور قبل وبعد كيف عن جد بتتحسن البشره. للاشخاص اللي عندهم حبوب احيانا بفكروا شيء هرموني، لا هو بيكون بسبب عدم التنظيف العميق لبشرتنا. شوفي احلى ما انه يكون يور ميك اب هو يور اون سكين، يعني جلدك هو يكون الفاونديشن تبعك. اذا كان الجلد نظيف، اذا كان الجلد حلو، بتكون بشرتك عن جد كثير نظيفه. تقنية المايكروديرما بريجن من أأمن الأشياء اللي فيكم تستخدموها بالمنزل، بتساعدكم لحتى إزالة الجلد الميت مثل ما نحن عم نقول، رواسب الميك اب اللي بنجهل إنها موجودة، الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء الصغيرة، يعني عن جد بيرجع البشرة فريش
بيصغرك بالعمر وبيعطيك النضارة اللي انت بدك اياها واللي ما بتحصلي عليها بالكريمات والاشياء التوبيكال على البشرة. هون عم نشوف كمان سماح طريقة الاستخدام قد ايه كثير سهلة. صح. مثل ما حكينا عنا شاشة، هيدي الشاشة هي اللي بتخليكي ما تغلطي على بشرتك او هي بتخليك ما تقسي على البشرة، ليفل محدد بتحدد الليفل وبتحدد كمان مستوى الشفط والتوقيت كمان. صح. كم دقيقة على كل جهة وكم طبعا حركة حنعملها مع الجهاز اللي شايفينه، والخطوات كمان سماح، يعني كم خط انت لازم تمرري من المايكروديرم ام دي، كيف لازم تكوني بعيدة على بشرتك، كيف لازم تعملي الجبين، كل المناطق حتى منطقة الأنف. تعرفي شو أكتر شيء بيصير برواسب الميك اب؟ هي منطقة الأنف. صح. الفاونديشن اللي بيبقى، الباودر اللي بيبقى، التعرق اللي بيبقى. هون عم نشوف كيف فيكم تعملوا منطقة الأنف بطريقة كتير سهلة. إذا طريقة استخدامه ولا أسهل من هيك، مثل ما عم نشوف هو بيقدر يدلكم بكل سهولة. أهم شيء ما نكرر على المنطقة أكثر من مرة ونمشي تماما مثل ما بيقلنا الجهاز. لو ما عندك خبرة أبدا بتقشير البشرة، طبعا مع جهاز تقشير البشرة المنزلي من الماركة تروفي سكين رح يخليكي تتعلمي بطريقة كتير حلوة بدون ما تأذي بشرتك وبكل خصوصية. هلا طبعا من بعد ما تعملي عملية التقشير للبشرة بتتأكد انه كل الرواسب موجوده على الفلتر، فهون بتصيري انت بتعرفي قد ايه تم ازاله اذا بدنا نقول شوائب من على بشرتك. طبعا نحن لضيق الوقت رح نشوف قد ايه اوريدي بهيدي العمليه السريعه اللي هي عملتها الفرق بينها وبين الفلتر النظيف. I will ask you to stop just to show you قد ايه طلع عن جد رواسب من بشرتها، على الرغم انه هي كانت جايه لعنا مثل ما بيقولوا بير سكين، ولكن شوفوا الرواسب اللي موجوده مقارنه طبعاً بالفلتر النظيف. هذا الجهاز الفلتر اللي هي مستخدمته، وهلا حنشوف الفلتر الثاني اللي هو اوريدي جديد مو مستخدم قبل هلا بدقائق قليله. شوفوا كيف صار في عنا ترسبات طبعا للبشره الميته والاوساخ العميقه اللي ما بنشوفها ولا اي برودكت لغسول الوش بيقدر ينظفها مثل جهاز تروفي سكين وهو مايكروديرم ام دي من جهاز الرائع اللي نحن مقدمين لكم اياه بكل سهوله. كيف بيشتغل هيدا الجهاز؟ بطريقه كثير سهله وعمليه. عند وضعه او ملامسته للبشره بنشوف نحن وياكم طريقه الاستخدام قد ايه كثير سهله او كيف بتشتغل هيدي التقنيه. اول ما بنحطه على البشره، الراس اللي موجود معنا بيساعدنا لحتى نحن نشيل الرواسب، الخلايا الميته، الجلد الميت، ترسبات الميك اب، الكلف، التصبغات، خاصه بفتره الصيف بنتعرض للشمس. لما بنعرض بشرتنا للشمس لعوامل بيئيه قاسيه تترك رواسب. صح. على البشره. صح. اذا خلينا نرجع نتذكر الاوفر الرائع اللي نحن مقدمين لكم اياه والعرض المميز مع جهاز من الماركه الشهيره تروفي سكين وهو مايكروديرم ام دي، جهاز تقصير البشره بحبيبات الالماس المنزلي واللي حاصل طبعا على موافقه انكم تستخدموه بقلبك. هلا كمان سماح بنشوف معك مقارنته قد ايه نحن عم نقدم عرض كثير حلو مقارنه بالاسعار اللي موجوده بالاسواق. مزبوط. خلينا نشوف اسعار الموجوده بالاسواق قد ايه الفرق كثير كبير وقد نحن مقدمين لكم جهاز رائع. عم نشوف سوا على الشاشه الاسعار اللي موجوده بالاسواق لجهاز طبعا مثل الجهاز نحن مقدمينه، سعر 1163 ريال سعودي او درهم اماراتي. هيدا جهاز من ويب سايت على اساس بيوفر احدث وافضل الاسعار. واما نحن اليوم الجهاز اللي مقدمين لكم اياه جهاز اكثر من رائع، سعر جدا تنافسي. عم نشوف هيدا السعر التنافسي سوا على الشاشه. بنشوف نحن وياكم السعر من جديد ومذكركم بالعرض التنافسي اللي نحن عم نقدم لكم اياه بهيدي الفقره. طبعا عندنا فوائد كثير متعدده بيامن لكم اياها جهاز تروفي سكين، بنفيتس كثير موجوده لكم سواء من تحفيز البشره، اي ازاله الجلد الميت، تحفيز الكولاجين وغيرها. عم نشوف السعر قدامكم على يمين الشاشه قد ايه هو سعر تنافسي بالعرض الاستثنائي اللي عم نقدمه. للحصول على هيدا العرض كل اللي عليكم تعملوه تتصلوا فينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه الخاصه ببلدكم. كل شخص انضم لنا هلا The first thing I noticed about the Microderma MD is just how professional the device is. Right now, all the dead cells are being vacuumed up and collected in the filter area. I'm interested to see just how much dead skin will come away in one session. So Victoria, let's analyse your skin. Okay. We're looking at your wrinkle score here, and we're looking at and comparing the results between your before and afters. Wow, look at the actual result that you have here. A massive reduction in the wrinkles. And looking at your pores,
Another great result. We can see between the before and afters over 50% reduction on your pores. That's amazing. I am really impressed, and the skin has got a beautiful glow about it. It looks really, really smooth. So Microderm MD is doing a beautiful job. عن جديد أنا وسارة لكل الصبايا اللي ما انضموا لنا بالفقرة الأولى، تابعونا كتير منيح لأنه اليوم المنتج اللي عم نقدم لكم إياه من الماركة الشهيرة تروفي سكين منتج رائع، منتج هو أساس ليعطيكم بشرة نضرة كلها حيوية ويرجع للشباب ويرجع للنضارة والكولاجين الموجود فيها، وهي جهاز مايكروديرم أم دي لتقشير البشرة بحبيبات الألماس وبيعطينا نتائج كتير حلوة مثل ما هلا عم نشوف قدامكم على الشاشة. بيعطينا نتائج على إذا بدنا نقول مشاكل كتير متعددة على البشرة، إذا كانت خطوط رفيعة، إذا كانت التجاعيد، إذا كانت التصبغات، إذا كانت الكلف وغيرها من الأشياء بنقدر نحن نتخلص منها بطريقة كتير عملية. منشوف النتائج قبل وبعد، before وafter، لحتى نشوف نحن وياكم قدي عن جد جهاز كتير فعال، قدي بيقدر يعطيكم كل شيء انتو بدكن ياه. حكينا ببداية الفقرة أهم شيء لبشرة حلوة إنها تكون نظيفة، ونظيفة إذا بدنا نقول من الأساس، يعني هيدول الميك اب ريموفل لما منشيلهم أو المساحيق اللي منحطه سطحي بالضبط. إذا عندك آثار من الحبوب هي بتكون أوريدي الندبة موجودة على البشرة، مع التقشير المستمر بتكوني أنت عم بتشيلي هيدي الطبقة، فبتكوني بترجعي بتحصلي على بشرة نظيفة خالية من كل العيوب والمشاكل. مزبوط. الجهاز اللي عم نقدم لكم إياه اليوم مايكروديرم ام دي، هيدا الجهاز الرائع اللي حتحصلي فيه على بشره نضره، اساس لاي ميك اب حلو. ما تغطي بشرتك بالميك اب وتقولي بشرتك حلوه، لا، صار الوقت انك تحصلي على بشره مثل ما قالت ساره بالفقره الاولى، الفاونديشن يكون هي لون بشرتك الطبيعي. هيدا بفضل جهاز من الماركه الشهيره تروفي سكين، اللي طبعا كثير سهل الاستخدام، والحلو انه نحن بنقدر نفتحه ونسكره وجايه معه مرايه بحيث تقدري تشوفي وشك اثناء عمليه التقشير. اما على شو يحتوي الجهاز، فالحلو فيه في عنا القطعة الأساسية وهي اللي بتشفط الجلد الميت بحبيبات الألماس اللي شايفينها هون، وأيضا في عنا شاشة LCD اللي موجودة هون. هيدي الشاشة رح تساعدكم أنه تعملوا برامج مختلفة سواء كان مانيوال سواء كان أوتو، اللي بتساعدكم تعرفوا تتعلموا طبعا كيف تقشروا بشرة، وكل طبعا مكان مخصص لإلها طبعا، سواء مثل ما عم نشوف هون بتعلمكم الحركات على الوجه وعلى الرقبة قدي الليفل كم دقيقة بدون ما تتعذبوا، وهي بتعطيكم صوت منبه انه انتقلوا للمكان الثاني مشان ما تأذوا البشرة. والحلو كمان عنا هون مثل ما عم نشوف 100 فلتر تقريبا بكفيكم لفترة كتير طويلة، وايضا في عنا هون الرأسين الخاصين اللي بتقدروا تستخدموهم او حتى تحافظوا على الرأس فيها، وايضا في عنا الفرشاية الموجودة هون لتنظيف الجهاز بعد الاستخدام. اما قوة الشفط فهي كتير عالية، كتير عالية، واللي ميز كمان هيدا عم نشوفها كمان بايدك سماح، اللي ميز الجهاز عندنا هي هيدي التيب اللي هي معمولة من حبيبات حجر الألماس، اللي معروف هو من الأحجار اللي بتكون بتساعد بعملية التقشير بطريقة جدا آمنة. قوة الشفط كيف؟ يعني نحن من بعد ما نعمل التقشير وين بده يروح التقشير؟ أو هيدي الخلايا اللي موجودة وين بدها تروح؟ بنساعد إنه بعد ما نمرره على البشرة إنه نشفط نحن هيدي الرواسب بكل سهولة. اختار أنا هلا المانيوال بس نورجيهم قوة الشفط العالية.
بس خليني اشوفها لظبطها المود مانيوال. اوكي وحنقوي هون الليفل ونورجيكم. طبعا قوه الشفط اللي كثير عاليه مثل ما عم تشوفوا هون، هون عم نشوف قوه الشفط العاليه. خليني اورجيهم هون كمان قد ايه هي شفط كثير قوي، وهي ما حطيتها على اعلى شيء، وبتعطيكم تقشير للبشره بكل سهوله مثل ما عم بتشوفوا هون. كيف دغري التقشير واضح، واضح ساره مثل ما عم. شو اللي ميز تروفي سكين مايكرو ديرم ام دي؟ ال سي دي سكرين هي اللي ميزت هيدا الجهاز، هي اللي خلت هيدا الجهاز يكون كثير امن للاستخدام بالمنزل. ال سي دي سكرين او اللي موجوده مثل ما هلا عم نشوف نحن وياكم بهيدا الجهاز بيساعدنا لحتى نحن نعمل التقشير بطريقه كثير امنه. هون عم نشوف يعني بالاجهزه التقليديه بالمنزل كانت قبل في كثير من الصبايا ممكن يجرحوا بشرتهم لانه ما بيعرفوا درجه الليفل لقوه الشفط او ما بيعرفوا قد ايه بدهم يحطوا تقشير على بشرتهم. هون بتتكلي على الجهاز بس بتكبسي اون وهو بياخدك من مرحله للثانيه من منطقه الجبين للانف وحتى بيقول لك ارشادات لوين الخط انت تحطيه على بشرتك، كيف يكون اتجاه الخط. كل اللي عليك تعمليه بس شغله وحده وهذا مكتوب لك بالتعليمات اللي موجوده معنا، كل التعليمات موجوده لك هون. هيدي التعليمات اهم شيء بيقول لك انه انت ما في داعي تعيدي على نفس المطرح مرتين، يعني مره او خط تمرير خط واحد كافي للبشره. واو جهاز اكثر من رائع مثل ما عم بتشوفوا، رح تحصلوا على بشره حريريه بملمس جدا ناعم بهالرأس اللي نحن مقدمين لكم اياه، رأس من حبيبات الالماس اللي كثير حلو. كمان خلينا طبعا نشوف ميزات اكثر واكثر عن اللي هو الجهاز. كيف بيشتغل او كيف تفاعليه هيدا الجهاز. هون عم نشوف كمان بيشتغل الجهاز بطريقه عند ملامسته للبشره بنشوف نحن وياكم كيف بيعمل عمليه الشفط. كثير سهل الاستخدام، اول شيء حبيت جهاز كثير عملي، يعني بتقدري تسكريه تحافظي عليه وبنفس الوقت فيكي تفتحي وتشوفي المرايه. خلينا نشوف نرجع نتذكر حبيبات اللي هي مصنعه من الالماس اللي بتكون كثير ناعمه على بشره السيده اثناء الاستخدام، ما بتجرحها بلس بتخلصنا من كل الشوائب اللي هي بتكون بتضل مترسبه على بشرتنا، لا اي غسول ولا اي معقم او اي كريم او حتى صابون بينظف لنا اياها مثل ما يكون عندنا عمليه الشفط. وبصراحه عمليات او المايكرو ديرم اللي بتكون بالصالونات تكلفتها جدا عاليه ولازم دائما نعملها. هون مع الجهاز بنقدر نستخدمه مرتين بالاسبوع، المره الواحده مو اكثر من 15 دقيقه لكل البشره والرقبه. وطريقه استخدامه سهله ساره ولا اسهل لانه عندكم هيدي الشاشه، هو اللي ميز ماركه تروفي سكين ان قدرت تقدم لكم شاشه تساعدكم لحتى تعملوا عمليه التقشير بطريقه جدا امنه، مثل ما عم نشوف هلا مع الصبيه ان هي عم تتبع خطوات، هيدي الخطوات جايه من هيدي الشاشه، اتجاه الشفط وقوه الشفط وكيفيه الليفل كل هيدا موجود اوتوماتيك لك. طبعا مع الاستخدام المستمر اذا حبيتي انت تروحي وتعملي انت كيف ترتاحي على اي ليفل قد ايه قوه الشفط مع الوقت حتعرفي بشرتك شو بتعملي، انت ما هو اللي بتغيريها. مزبوط، وتخيلي حتدفعي مره واحده ورح تحصلي على الجهاز دائما بكل خصوصيه. وطبعا عندنا مثل ما ذكرنا رؤوس مختلفه من الفلترز اللي شايفينها هون، عندنا 100 فلتر موجود معها فحتضل عندنا لفتره كثير طويله. هيدول هن طبعا عندنا كميه الفلترز اللي كثير كبير فيكم تنظفوها بكل سهوله الموجوده طبعا بقلب الجهاز، وايضا للجهاز نفسه فيكم تنظفوها من البرش الموجوده هون وتقدروا تحافظوا على تعقيم جهازكم بكل خصوصيه. اذا لقيتوا اي احمرار موجود على البشره هيدا امر طبيعي لانه عم نحفز الدوره الدمويه ولانه اكيد عم بيكون في احتكاك بين الراس والجلد، ولكن هيدي الاحمرار بيروح بمجرد ما تغسلي وجهك تهدأ البشره. مزبوط، وكمان ساره بيساعد بعمليه تحفيز الكولاجين والدوره الدمويه فكمان بيعطيها نضاره اكثر. توقع هيك صار بكفي لنشوف الفلتر هلا. مزبوط، خلينا نورجي الفلتر الفرق الواضح بيناتهم. ثانك يو دير،
هلا حورجيون عنا هيدا الرأس اللي هو اوريدي الجديد الموجود معنا. هذا هو الرأس الجديد هون، الرأس اللي هي استخدمته الصبية لدقائق قليلة. شوفوا قد ايه صار في عنا ترسبات اللي موجودة هون، اللي جاية على لون ابيض شوي هي اللي استخدمته لدقائق قليلة للبشرة. هون في عنا انظيفة، يعني تخيلي كل هاي الاوساخ كانت موجوده على بشرتك وما عم تحسي فيها. وما تخافوا الرأس عنا طبعا الرؤوس او حتى الفلترز عنا 100 او طبعا 100 فلتر رح يضل معكم لفتره كثير طويله. وبتوقع حتى بشرتها صار ملمسها كثير ناعم كثير حلو مثل ما عم بتشوفوا، وهذا الملمس اللي نحن بدنا اياه لنحصل على ميك اب كثير حلو. لازم تكون اساس بشرتنا كثير حلو. ليش بنحصل على هيدي النتائج؟ لانه الجهاز بيشتغل بطريقه جدا فعاله وبطريقه كثير امنه. كيف بيشتغل الجهاز؟ بنشوف نحن وياكم من جديد. عندنا هيدا الرأس اللي هو جاي من الالماس، بمجرد ملامسته للبشره بيساعد على ازاله الرؤوس السوداء، بيساعد على ازاله الشوائب، ازاله رواسب الميك اب، الخطوط الرفيعه، تحفيز الكولاجين، تحفيز الدوره الدمويه، ازاله الكلف وغيرها من الشوائب على البشره. مزبوط. خلينا هلا نشوف اسعار الموجوده للاسواق جهاز مايكرو ديرم ام دي في واحد من المواقع على اساس انه منزله بتخفيضات واسعار حلوه، لكن شوفوا قد ايه السعر اللي مقدمينه. عم نشوف سوا هلا على الشاشه مع بعضنا هيدا السعر للجهاز، وهو سعر 1163 درهم اماراتي ما يقارب الريال السعودي مثل ما عم نشوف سوا. لكن نحن السعر اللي نحن مقدمين لكم اياه سعر سوبر تنافسي مثل ما عم نشوف نحن على الشاشه، السعر كثير حلو، جهاز اكثر من رائع مقدمين لكم اياه اليوم. عن جد انا ما عم بتخيل انه انتم بهالفتره العصيبه اللي نحن فيها ما فينا نامن ونروح على اي مكان سواء مركز طبي او صالون، صار فيكم تعملوها بكل خصوصيه بقلب البيت. كل اللي عليكم تعملوه لتحصلوا على هيدا العرض المثالي، سعر تنافسي، جهاز متكامل من ماركه رائده لاعاده اذا بدنا نقول نضاره بشرتكم، تتخلصوا من كل الشوائب على البشره، تتصلوا فينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه. سعر تنافسي عم يظهر قدامكم على يمين الشاشة، كل اللي عليكم تعملوه تتصلوا فينا وتذكروا رقم المنتج، وكل المحتويات اللي شفتوها قدامكم هي نفسها اللي حتوصل لعندكم على البيت. ابقوا معنا، فقراتنا المتنوعة مكفية معكم.